السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنشرح رمز البريدي للمنطقة الشرقية في السعودية، رموز البريدية في خط أو في المنطقة الشرقية في السعودية. طبعا لو أنا بخش على أي موقع بيطلب مني رموز البريدية دي، أغلبية الناس ما بيبقوش عارفينها. إن شاء الله النهاردة هنوضحهم رمز رمز في المنطقة الشرقية في السعودية. أول رمز معانا رمز الدمام، رمز مدينة الدمام هو 3-1-1-4-6. تاني رمز معانا الخبر، الرمز بتاعها هو 3-1-9-5-2. تالت رمز معانا الزهران، والرمز بتاعها هو 3-1-9-3-2. رمز الإحساء، تلاتة واحد تسعة تمانية اتنين. رمز حفر الباطن هو 3-1-9-9-1. رمز الخفجي 3-1-9-7-1. رمز الجبيل 3-1-9-5-1. رمز القطيف 3-1-9-7-1. رمز النهرية 3-1-9-8-2. رمز بقيق 3-1-9-9-2. رمز رأس تنورة 3-1-9-4-1. رمز قرية العلا أو العالية، قرية العالية هو 3-1-9-1-2. بكده نكون خلصنا كل الرموز البريدية زي ما باينة قدامكم كده للمنطقة الشرقية في السعودية. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنينا في فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.